كمان كان النهاردة الاهتمام بالنادي الأهلي كبير، في اتصالات كانت دايما للجنة المنظمة مع المهندس خالد مرتجي، وكان المهم كمان اطمئنان الكابتن محمود الخطيب بمواصلة العمل والاتصال بالعميد محمد مرجان. والحقيقة واحنا سمعنا صوته واتكلمنا معاه ربنا معاه ويعجل بشفائه بإذن الله. وهو يعني الكابتن بيتعمد يسند له بعض المهام وياخد رأيه، وقال له طب انت كمناصق امني تحب ترشح مين يعني في الظرف اللي انت فيه؟ لانه العميد محمد مرجان جاي كمنسق امني في البطوله، هو المندوب الخاص بالامور الامنيه بين الاهلي وبين اللجنه المنظمه، فطبعا اوكل الى الملف ده كله الى الاستاذ طارق انديل عضو مجلس الاداره، يكون همزه الوصل الامنيه في كل الامور التنظيميه مع اللجنه المنظمه والاتحاد الدولي. الناس تحب تفهم يعني ايه منسق امني؟ منسق امني دوره مهم جدا جدا جدا، لانك انت زي ما في منسق اعلامي ومنسق تسويقي، المنسق الامني لانه في كل ما يتعلق بتعليمات الامن بيكلموا شخص واحد ويراجعوا معاه مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الامنيه، حد من الجماهير، حد مش عارف ايه، يعني اختيار الاستاذ طارق انديل كعضو مجلس اداره برضه في ميزتين، ان هو على مصدر مسؤول وعلى اتصال دائم او متواصل او مع رئيس البعثه ورئيس النادي، وفي نفس الوقت مستوى من الخبره يسمح انه ياخد قرارات يعني رصينه في اوقات مهمه.